السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله مشاهدي الأحبة. أزمة ارتفاع الدولار اللي ضيقت الخناق على الاقتصاد المحلي وكادت أن تفقد توازنها سرعان ما عالجتها تحركات الحكومة. السياسات الأخيرة اللي اتخذتها يشوفها مراقبون نجحت في رسم الأزمة وإيجاد معالجات للحفاظ على الاقتصاد من الانهيار. فخلال الأشهر الماضية أحرقت مافيات تسيطر على السوق أسعار السلع والمواد الغذائية من خلال سحب العملة الأجنبية بأسعار مرتفعة وتهريبها، تقودها سماسرة تقف خلفهم جهات سياسية ساندة تضارب بفارق السعر. لكن إجراءات المراقبة حدت من عمليات التلاعب والاستهتار وأدخلت الأسواق في حالة من الهدوء النسبي، وبالتالي وصل سعر $100 إلى 144,000 دينار عراقي، والخبراء الاقتصاديون يشيرون إلى استمرار انخفاضه أكثر. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، فراح نتابع ما يقوده رئيس البرلمان من حراك سني لتشكيل جبهة سنية تحميه من متغيرات سياسية ومؤشرات قاسية على حضوره كزعيم للمكون السني. ورغم كم الدعوات اللي وجهت للقيادات الانضمام، لكن على ما يبدو أن مستوى الاستجابات محبط لصاحب الفكرة. فحملة التغيير والإزاحة اللي تقودها تكتلات سياسية رغم التباين في مدى تأثيرها ضمن حدود الساحة السياسية السنية، إلا أنها تلتقي مع دعوات شعبية في المحافظات الغربية بعد معطيات الاستبداد والتفرد بالقرار، وصولا إلى وثائق فساد بملفات العقارات وغيرها. خلونا مشاهدي الأحبة في حصادنا لهذه الليلة نفتح هذه الملفين المهمين ونناقشهم ويا ضيوفنا الكرام، تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. نتحدث عن تضافر الجهود من قبل البنك المركزي وحكومة الخدمات لمعالجة ارتفاع سعر الدولار اللي انعكست بنتائج واضحة نافعة لمصلحة المواطن وخلاصة من لعنة ارتفاع الدولار، بعيدا عن جشع المضاربين بالعملة، خصوصا وأن الأيام المقبلة بحسب تصاريح خبراء الاقتصاد راح تصل أسعار صرف الدولار قريبا من عتبة السعر الرسمي اللي حدد البنك المركزي. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف ونناقشه مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، ورحب بضيفي الكريمين الأستاذ كامل الكناني الكاتب والإعلامي. حياك الله أستاذ كامل. ضيفين مرحبا بك، حياك الله بحضرتك. وكذلك رحب بالأستاذ رشيد السعدي الخبير الاقتصادي. أهلا بك أستاذ رشيد. نتحدث، حياكم الله، نتحدث أستاذ كامل عن أبرز العوامل الرئيسة اللي من الممكن أن نعتبرها أساس لهذا الانخفاض في سعر الصرف. الكثير، خلينا نتكلم بكل واقعية، الكثير عندما ارتفع الدولار كان يتوقع أن تكون المجريات الاقتصادية كما حدث في تركيا، في لبنان وغيرها من البلدان المجاورة اللي انهارت فيها العملة، ولكن سرعان ما عالجت حكومة الخدمات بسلسلة من الإجراءات هذه القضية، أصبح اليوم الفارق بسيط. يعني نتحدث عن هذه العوامل اللي أدتنا إلى هذا النجاح. بسم الله الرحمن الرحيم، عظم الله أجوركم وأجور كادر البرنامج الطيب وعموم المشاهدين الكرام وضيفك العزيز، الله يحفظكم جميعا إن شاء الله تعالى بمناسبة مصيبة أمير المؤمنين عليه السلام. العملية العرض الدولار وعملية ضبط سعره متعلقة بعوامل أساسية. أولا أن تكون قيمة العرض مساوية لقيمة الطلب، مقدار ما يعرض من الدولار متعادلة أو متقاربة مع ما يحتاجه الشارع العراقي فعلا والتاجر العراقي فعلا، بحيث يجد التاجر بالطريقة الرسمية وبالطريقة الحكومية وعن طريق البنوك حاجته، فتقل الحاجة إلى
السوق الموازية أو السوق السوداء أو المضاربين الذين يزيدون سعر الدولار فوق السعر الرسمي. هذا العامل الأساسي الأول. العوامل الأخرى عوامل تساعد عملية وفرة العملة الأجنبية للتاجر، مثل الرقابة، المنافذ الحدودية، غيرها، متابعة عمليات تهريب العملة أو غسيل الأموال. هذه كلها عوامل تساعد، ولكن الأصل فيها الدولار بضاعة مثل كل بضائع الدنيا. إذا تم عرضه بمقدار الطلب سيكون هنالك استقرار في أسعاره. وأعتقد أن هذا السياق هو الذي ذهبت إليه الحكومة، ووفرت الدولار من خلال النافذة الرسمية ومن خلال المنصة الإلكترونية التي عملت على تضبيط عوامل الصرف بوثائق شراء وبيع حقيقية، وليس كما كان يجري في السابق أن تقدم بوليصات غير مزورة ويتم استلام الدولار بها. هذه أعتقد هي الطريقة الرئيسة، واستمرار الدولة ودعمها لهذا المسار وثقة المواطن بالدولة كلها عوامل تساعد على استقرار سعر الصرف. أنا أتوقع أن يستمر انخفاض سعر الدولار إلى أن تصل الحكومة إلى سعر قريبي أو سعر يعني بفارق قليل عن السعر الرسمي الذي تعطيه للتجار وللمحتاجين. فإذا تنتفي الحاجة إلى المضاربات وإلى الذهاب إلى السوق السوداء. تبقى أكو جوانب أخرى، مثلا المبتعثين بالخارج، المرضى الذين يتعالجون، المسافرين. هذه كلها أبواب إذا توفرت أيضا تخفض من مقدار الطلب الداخلي على الدولار. وإذا استطاعت الحكومة أن توفر لهذه الاحتياجات موازناتها بالدقة المطلوبة بعد الفحص والتدقيق حتى لا تذهب إلى عمليات تزوير وغيره، من الممكن أن نشهد استقرار كامل لسعر الدولار في مواجهة يعني المضاربين والذين يحاولون رفع سعر الدولار للتحايل وللحصول على فارق سعر الصرف. نعم أستاذ رشيد، تفضل أستاذ كامل بهذه العوامل اللي عزا لها المحافظة على سعر الصرف أو بفارق بسيط وقريب، ولكن طيلة المدة الماضية تقلبات السوق العملة أيضا إذا ما تابعناها لم تكن أسعار الارتفاع والانخفاض موحدة في منافذ بغداد وكردستان، لكن هذا الانخفاض الأخير كان موحد. شنو السبب هذه المرة؟ شكرا أستاذ أحمد، تحياتي للأستاذ كامل والجمهور الكريم، وعظم الله حياك الله وجوركم بمصابق أمير المؤمنين أحسن الله أحسن. عليكم. نعم مثل ما تفضل أستاذ كامل، يعني حقيقة أوفى الموضوع حقه، يعني مسألة انخفاض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في السوق الموازي كنا قد نوهنا عليها سابقا خلال الأشهر الماضية في لقاءات مع جنابك الكريم ومع بقية اللقاءات الأخرى، من أنه مسألة طبيعية. الحكومة، حكومة الخدمات، أصدرت قرارات عبر البنك المركزي لتدعيم سعر صرف الدولار، صرف الدينار يعني، مقابل الدولار. وفعلا هذه الإجراءات في البداية كانت حقيقة غير مستقرة وعدم تقبل للتاجر أو الشركات للامتثال للمنصة. احنا كلتنا نعرف أنه هناك حدثت هزة وصدمة قوية للاقتصاد العراقي أثناء تطبيق المنصة، والتي كان مقرر سابقا أن تبدأ في 1/1/2023 بعد ما البنك الفيدرالي الأمريكي أعطى مهلة سنتين للحكومة السابقة للامتثال لهذه المنصة، من واجب إجراء التدريبات وتأهيل المصارف، تأهيل التجار، وإجراءات كثيرة يجب أن تتخذها الحكومة. لكنه للأسف مثل ما ذكرنا سابقا الحكومة لم تتخذ تلك الإجراءات، ولذلك حدثت صدمة وارتفع سعر صرف الدولار. وكان متوقع لبعض الأخوة المحللين أن يكون سعر الصرف يقترب من 2000 دولار الدينار، والحمد لله لم يصل. لكن الإجراءات الأخيرة اللي اتخذها البنك المركزي ووزارة التجارة ورئاسة الوزراء بتدعيم هذه والثبات على هذا الامتثال أجبر السوق المحلية على الامتثال، وبالتالي خلق توازن شبه يعني مستقر للدولار. العرض والطلب هو يحدد، احنا نعرف أنه التوازن بين العرض والطلب يكون في حالة وجود عدد لا محدود من العارضين وعدد لا محدود من المشترين، وعند ذاك يتحقق التوازن. لكن للأسف احنا عندنا جزئية في هذا، ما عندنا عدد كبير يعني أو لا محدود من العارضين وعدد لا محدود من المشترين. عندنا بورصة في الحارثية وبورصة في بغداد في الشورجة، وأيضا في أربيل مثلا أيضا أكو بورصة، وفي البصرة أكو بورصة. وهذه حقيقة يعني تعتمد على العرض المجزأ والطلب المجزأ. الآن احنا استقرائنا دا يثبت توقعاتنا بوصول الدولار إلى قرب السعر الموازي. لماذا؟
لأنه الآن التاجر والشركات امتثلت امتثال تام للتعليمات اللي جت بها المنصة على جانب. لكن للأسف إحنا بحكم موقعنا وإلى اليوم وردتنا شكاوى من بعض الأخوة التجار وأصحاب الشركات بتأخر الحوالات، وتأخر الحوالات حقيقة من قبل البنك المركزي والبنك الفيدرالي، هذا يؤثر على رفع أسعار الدولار. كلما سهلت ومشت بانسيابية عالية الحوالات كلما كان الاستقرار أكثر، وأتوقع كخبير اقتصادي وكرجل الأعمال أن ذلك سيتم بمعاونة الكتل السياسية اللي لها دور كبير جدا، معاونة رئيس الوزراء في تطبيق برنامج الحكومي. من ضمن برنامج الحكومي هو الاقتصادي، هو السيطرة على الدولار العملة الخارجية وتقوية الدينار. كلنا نعرف أن العملة المحلية تعتبر عملة سيادية لكل دولة، والآن الدينار العراقي اكتسب قوة كبيرة. ومثل ما تفضل الأستاذ، أحب أن أنوه أستاذ كامل، أن الحكومة أصدرت قرارات وسمحت للمبتعثين وللمرضى وحتى المسافرين الاعتياديين أن يأخذ يعني 2000 دولار. أنا عندي فد ملاحظة حقيقة على البنك المركزي. في البداية البنك المركزي أصدر قرار 5000 دولار، وبعدين سوى 7000 دولار، ورجع سوى 2000. حقيقة هكذا قرارات يجب أن تدرس بدقة، ويجب أن لا تصدر قبل يعني التمحيص حتى لا تكون مشكلة. كلنا نعرف شلون صارت أزمة كبيرة على تذاكر الطيران، لأنه بها 7000 دولار، 7000 دولار فرق يعني 1460 و61 وصل للدولار، وبينما سوق الحكومة 320 ياخذه. طيب. فكان فرق، ولذلك الدولة لاحظت هذا ورجعت من 7000 إلى 2000. أيضا بالبزنس كارد يعني الماستر كارد أيضا يقدر ياخذ المسافر وعنده إمكانية خلال شهر يسحب له مثلا فد مبلغ معين يغطي أموره وحتى في التجارة. وأيضا الإجراء اللي اتخذته الحكومة وزارة التجارة مسجل للشركات وتأسيس شركات بسيطة، يعني 2 إلى 5 يسوون شركة بسيطة، هذول من حقهم أن يستوردون بقدر 200,000 دولار شهريا. والآن أكو قرارات أخرى إن شاء الله ستصدر خلال هاليومين 3 يعني أيضا تدعم الاقتصاد العراقي فيما يخص التجارة والمكاتب الاستيراد، يعني مكاتب تجارية أعضاء غرف التجارة مثلا سيكون لهم الحق باستيراد تحت سقف معين، وهذا حقيقة ما يعطي للدولار والدينار العراقي استقرار. طيب يعني هذه الإجراءات ليست هي الختامية، ولكن هناك أيضا إجراءات أخرى أستاذ كامل. يعني بس إذا تسمح لي أستاذ أحمد، يعني الحكومة دا تتعامل حقيقة بفورية، يعني اجتماعات مستمرة، دولة رئيس الوزراء المحترم واللجان الاقتصادية ليسمعون برؤساء المنظمات المهنية بالتجار بالمحاولين بأعيان المجتمع أيضا حتى يستقرون الأحداث، وبالتالي إصدار قرارات بما يخدم ويعيد المسار الصحيح. قد يكون هنالك انحراف، لكن القرارات تكون متسارعة يعني وجيدة نوعا ما، ممتازة جدا، يعني أقدر أقول مو بس جيدة نوعا ما، في استقرار الدولار. نعم. طيب. أستاذ كامل، يعني وفقا لما يتفضل به السيد السعدي، هل راح تشهد أسعار السلع والمواد الغذائية انخفاض حتى نستطيع أن نصل أو نقترب من الوصول إلى السعر الرسمي اللي ثبت في الموازنة العامة؟ يعني للأسف إجراءات الرقابة على الأسعار ضعيفة، والتجار لا زالوا يستفيدون من ارتفاع سعر الدولار. والآن بعد انخفاض سعر الدولار لما تسألهم ليش ما تخفضون أسعار المواد، يقول لك احنا نشتري بالدينار العراقي، احنا ما لنا علاقة بالدولار. فيستفيدون من يعني من عملية ارتفاع سعر الدولار، يغلون الأسعار ويستفيدون من ارتفاع قيمة الدينار، يحافظون على الأسعار غالية. أنا أعتقد هذا الموضوع بحاجة إلى رقابة، وبحاجة إلى يعني موازنة سعر المادة الحقيقية، أو تثبيت سعر المادة الحقيقية بحسب معلومات وزارة التجارة. وزارة التجارة الآن تستورد مواد وتوصل مواد للمواطن، هذه القيمة معلومة بالنسبة للوزارة، فمن الممكن اعتبارها وحدة قياسية لأسعار السوق يعني غير الحكومية. أنا أعتقد أن الرقابة مهمة جدا في هذا، محاسبة المتلاعبين بالأسعار اللي يضيفون أسعار غير طبيعية، اللي يأخذون أرباح أكثر من النسبة المعقولة. أنا أعتقد هذا الجانب مهم، والجانب الأهم هو وفرة هذه المواد، وفرة هذه المواد عبر البطاقة التي تقدم للمواطنين، البطاقة الغذائية أو التموينية، أو البطاقة التي أعطيت للطبقات الفقيرة، أو مجرد أن هنالك جهات مركزية رسمية مثل الأسواق المركزية سابقا مثلا كان عندنا، ممكن أن توفر المواد بالأسعار الحكومية اللي تعرفها الحكومة،
وتعرف نسبة الربح المعقول ووجود هذه البضاعة راح تدخل منافس مع التاجر المضارب اللي يحاول أن يرفع الأسعار، فتجد سوق حكومية مدعومة، أسواق ممكن أن تقوم مثلا البلديات في الأحياء السكنية بفتح أسواق ممكن أن توفر المواد، ممكن أن توفرها بأسعار معقولة ومدعومة، تقلل من فرص المتلاعبين. يعني توجد بعض المواد تشتريها في مكان معين ب5000 تجدها في مكان ثاني ب3000 مكان ثاني ب4000 دون وجود ضابط، دون وجود معيار. للأسف هذا السوق يحتاج إلى تنظيم ويحتاج إلى إيجاد بدائل مدعومة حكوميا مثل أسواق شعبية، أسواق حكومية، أسواق مركزية، أسواق تقوم البلديات بالإشراف عليها، وهي تجربة موجودة في العديد من بلدان العالم ممكن الاستفادة منها وتكرارها. هم توفر فرص عمل للشباب، هم توفر فرص عمل للناس، هم توفر مواد بأسعار مراقبة ومدعومة حكوميا، أو على الأقل إذا مو مدعومة حكوميا مراقبة حكوميا، حتى لو الحكومة ما تربح من وراها بس ما تخسر. فمن المهم جدا إيجاد بضاعة بالسعر التنافسي، التاجر هنا اللي يحاول يضارب ويحاول يرفع أسعاره راح يضطر أن يخفض قيمة بضاعته، وإذا ما خفض قيمة بضاعته راح يقل الشراء من عنده، والمواطنين بالنتيجة تزداد ثقتهم بحكومتهم وبإجراءات حكومتهم. أنا أعتقد هذا ملاك مهم جدا يجب على يعني حكومة السيد السوداني اللي نتأمل بها الاهتمام بهذه الجوانب كثيرا، أن توفر إما هذه الأسواق البديلة أو المواد بأسعار مراقبة ومدعومة حتى تمنع المضاربين من التلاعب بقوت الشعب وغذاء. طيب أستاذ كامل، يعني هذا الكلام يعني هل نفهم بأن الحكومة أغلقت باب من أبواب الفساد، من أبواب المضاربة والمتاجرة بقوت الشعب العراقي؟ أكو ناس هواية صيدت بالماء العكر، ومن داخل المنظومة السياسية ومن خارجها حتى المواطنين البسطاء بشكل أو بآخر ساهموا بهذه الأزمة. اليوم كل من ساهم بهذه الأزمة هل أغلق الباب أمامه أمام تضاربهم وتلاعبهم بالمواطن يعني العراقي؟ إحنا لا ننسى هو الثاني أيضا مواطن، هو التاجر أيضا مواطن، البائع الذي يرفع الأسعار هو أيضا مواطن. إحنا ما يمكن أن نفصل بالمواطنة بين مواطن يعني صالح وطالح لأنه يقوم بهذه الأعمال. نفرق بينهم بين صاحب السلطة والمواطن الاعتيادي الذي ليس لديه السلطة. مسؤولية الدولة أن توفر بيئة للمواطن الصالح وللتاجر الصالح وللمشتري الصالح حتى يدعم مشاريعه، حتى يتبنى. يعني أنت لما تفتح أسواق مثلا، افترض البلديات تفتح في كل حي سكني سوق صغيرة حتى لو 200 متر 300 متر سوق صغيرة توفر به الحاجات الأساسية بأسعار معقولة، المواطن راح تزداد ثقته بحكومته، راح يتعاون وياها. أنت هذا المواطن بمكان ما تحمل مسؤولية الإجراءات التي لا تنجح، أنت من الدعمة هو راح يدعم مشروعه، هو راح يكون أداة للإخبار عن المتلاعبين والمضاربين، هو راح يوجه إخوانه وجيرانه وأصدقائه على هاي السوق الرخيصة اللي أنت فتحتها له ووفرت له بها المواد. العملية تكاملية، العملية تضامنية، المسؤول ليس شخص واحد ولكن الدولة بكل مؤسساتها، يعني ليس فقط الحكومة، يعني الحكومة البلدية المجالس غيرها المدارس البلدية كلها تستطيع أن تقوم بدور تضامني وتكاملي لكي تتوفر المادة بالسعر المعقول للمواطن. المواطن راح ينطلق لدعم هذه وترويج لها وحمايتها والإخبار عن المتلاعبين وبالتالي تضيق مساحة الفساد. الفساد سلوك مرافق للإنسان، الإنسان بما هو إنسان موجود هو يحاول أن يكتنز الربح لنفسه، ولكن على الجهات المسؤولة أن توفر البيئة الصالحة، المكان المناسب، المواد المتوفرة، كلها تعالج هذه المشاكل التي الموجودة بأصل الإنسان. حيثما وجد الإنسان وجد الفساد ووجد الجشع ووجد الطمع. طيب أستاذ رشيد، يعني عندنا سلع ومواد مستوردة شلون تدفقت إلى الداخل، داخل العراق، وهنا نتحدث عن اللي يتم تمويلها بسعر الصرف الرسمي وعليها قلة الطلب على العملة الأجنبية، شلون تدفقت إلى الداخل وأضعفت السوق الموازي المحتكر للدولار، وكان لها دور في عملية الانخفاض في السعر بين الدينار والدولار، هذا التقويض بالفارق. العفو أستاذ أحمد، يعني تقصد السلع الاستهلاكية الغذائية أو شيء المستوردة خصوصا المستوردة. منها يعني أنا بس عندي فد ملاحظة حقيقة بالنسبة للأستاذ كامل، يعني أنا الشرف أنه جنابك قدمت إعلامي بس حقيقة هو أصاب كبد الحقيقة في الجانب الاقتصادي. أستاذنا بالإعلام وكاتب أي بس يعني تحليل منطقي وممتاز جدا بالجانب الاقتصادي، يعني أغنانا عن كثير من الحديث أستاذ كامل، يعني حقيقة الله يبارك أبارك له هذه المعلومة. يعني شكرا جزيلا عزيزي.
نعم الحكومة حقيقة أستاذ أحمد مثل ما قلت لك عبر الامتثال للمنصة فتحت اعتمادات وقامت بتحويل مبالغ للتجار للاستيراد ودخلت هذه المواد. المبلغ اللي حول بالدولار مقيم ب 1320 بالوقت اللي كان دولار 1500 و1560 و61 وصل ل 600 و570 وصل زين عيني. نعم. فوصلت هذه المواد بأسعار مخفضة ومصالح التاجر لما توصل للبضاعة بسعر مخفض يبيعها أيضا بسعر مخفض يعني كلفة زائد هامش بسيط الأرباح حتى يقدر يستورد مرة أخرى. والدولة حقيقة سمحت بمبالغ كبيرة جدا للشركات يعني مكتب بسيط وشركة بسيطة اليوم 200 ألف دولار شهري وحقيقة هذا مبلغ جيد جدا تسمح لأن يستورد. هذا كله ساهم بتقليل السعر. أكو نقطة أيضا أحب أن أضيفها للأستاذ كامل يعني بالنسبة للأسعار ومراقبة الدولة. إحنا مو كل شيء نخلي مراقبة للدولة على التاجر. التاجر ده يستورد وهو يكون مجبر أمام واقع الحال في السوق الحالي نتيجة العرض والطلب يخفض الأسعار بالقدر اللي يستطيع. فعلا كان هنالك بعض الأحيان استغلال من بعض أخوتنا التجار وزملائنا للسوق لكن هذا غير صحيح. وكانت يعني جولات تفتيشية بالتعاون مع غرف التجارة واتحادات غرف التجارة للأسواق المحلية لتوعية التاجر بضرورة الالتزام بسعر مخفض المواطن. هذا حقيقة جهد تشكر عليه الجهات الأمنية واتحادات الغرف التجارية وغرف التجارة على جولاتها الاستقصائية وجولاتها الاستكشافية للسوق. لكن أكو نقطة معينة إحنا بالاقتصاد أكو عندنا منفعة أكو منفعة مكانية وأكو منفعة زمانية. المنفعة المكانية لما نجي اليوم إلى الطماطم مثل أو اللحوم أو الخضار أو أي شيء نجي إلى أسواق الكرادة أو أسواق المنصورة العظمية نلقاها بسعر مرتفع. من تروح إلى جسر ديالى أو بغداد جديدة أو مناطق أخرى مثل المحمودية أو اليوسفية تلقاها بسعر مخفض. ليش؟ لأن هذه أطراف مناطق مثل مستوى المعيشي قد لا يرقى إلى مستوى بعض العوائل في الكرادة أو في المنصور أو العظمية. فهذه يسموها منفعة مكانية. زين هذه ممكن مثل ما تفضل حلها تفضل سعر كامل أنه جمعيات في الأقضية في النواحي مثل ما كان أورزباك في كل منطقة والأسواق المركزية في كل منطقة وكانت تستورد من أرقى المناشي وبأرخص الأسعار. والآن الفرصة متاحة لوزارة التجارة بفتح منافذ متعددة. هي الآن تفتح منافذ لكنه عليها توسيع هذه المنافذ وطرح هذه السلع. هذا جانب. الجانب الآخر وجهة نظري أيضا أن تكون هنالك رقابة على الجهات المنفذة للبطاقة التموينية على الجهات المنفذة للمواد التي توزع على العوائل المتعففة العوائل الفقيرة العوائل ذات المستوى المنخفض يعني رعاية الاجتماعية وغيرها. وهذه حقيقة بالملايين يعني العمل المشروعي الاجتماعي أعتقد ده تهيئ إلى 5 ملايين عائلة وهذا حقيقة 5 ملايين فرد رقم كبير جدا يعني. فإذا ما سيطرنا وكافحنا الفساد على أسعار هذه المواد المستوردة قد نكون عالجنا جزء من ورفعنا جزء من ما يعانيه المواطن من ارتفاع الأسعار. بقى أنه أستاذ كامل أسأل حضرتك يعني موضوع شوية خارجي نتحدث عن دور المفاوض العراقي في إقناع البنك الفيدرالي بقبول العديد من الحوالات الصادرة من البنوك العراقية. وهنا هذا الموضوع نتحدث عن البنوك العراقية اللي التزمت بالمعايير الدولية. يعني احنا لا نتوقع من البنك الفيدرالي الامريكي ان يسوي شيء لصالحنا. هذا توهم. البنك الفيدرالي مؤسسة مالية دولية امريكية تفكر بمنافع امريكا وتفكر بمنافع المرتبطين بالمشروع الامريكي وتفكر بإيذاء المعارضين والمعترضين على المشاريع الامريكية. فان نذهب الى المفاوض الامريكي ونتخيل انه سيكون عبدا صالحا وسيمنحنا حقوقنا هذا توهم. في العمل السياسي وفي العمل التفاوضي وفي العمل التجاري يوجد رابح. عليك أن تجد مساحة من العمل المشترك لتحقيق ربح متبادل رابح رابح. إذا قدرت تحصل على معادلة رابح رابح تستطيع أن تتأمل من هذا الذي يفاوضك أن يعطيك مساحة من الربح لأنه سيربح بربحك. أما السياسة الأمريكية في المنطقة وفي العالم هي سياسة استحواذ سياسة سيطرة سياسة هيمنة سياسة لا تعطي للآخر تريد من الآخرين أن يدفعون ثمن حروبها وثمن اقتصادها وثمن استخباراتها وثمن وجودها العسكري في العالم. هذه هي حقيقة أمريكا. اللي يتصور أن أمريكا لها حقيقة أخرى واهم.
حتى الحديث عن منظمات حقوق الإنسان والحريات وحقوق المرأة وغيرها كلها أدوات موظفة في خدمة المشروع الأمريكي. من يحاربوه يحاربوه بهذه العناوين، ولكنهم يسكتون عن أنظمة قمعية متخلفة لأنها حليفتهم سياسيا وأمنيا، لا يتحدثون لا عن حرية المرأة ولا عن حقوق الإنسان. يعني المرأة والرجل في بعض الدول الخليجية يجلد ويعدم ويسجن على تعليقه في فيسبوك أو في تويتر، بينما الولايات المتحدة الأمريكية تقيم أقوى العلاقات مع هذه الأنظمة. فإذن علينا أن لا يعني نغبط، يعني أن لا نظلم مفاوضنا حينما يعجز عن تحقيق أهدافه في التفاوض مع أمريكا. أمريكا غول يريد أن يهيمن، يريد أن يسيطر. إذا استطعنا إيجاد معادلات رابح معها في بعض التعاملات فهذا هو الممكن الوحيد الذي ممكن أن نربح منه. أما أن نتوقع منها تعطينا ما نريد فهذا توهم، يعني أمر غير حقيقي. نعم أستاذ كامل، التشرف بأن تبقى معي في الملف الثاني، وفي هذه الأثناء أقدم بالشكر الجزيل للأستاذ رشيد السعدي الخبير الاقتصادي لمرافقتك لنا وهذه الإثراءات في الملف الأول. نتابع بعد الفاصل مشاهدي الأحبة. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجد ترحابي بهذا الملف بالأستاذ كامل الكناني الخبير الإعلامي والكاتب. حياك الله أستاذ كامل. حياك الله، مرحبا. وكذلك أرحب بضيف الكنف في الاستوديو الأستاذ أوراس الحمداني السياسي المستقل. أستاذ أوراس، دعوة السيد الحلبوسي إلى تشكيل إطار تنسيقي سني، هنا نتساءل عن هذا الموضوع، هل تأتي محاكاة لطبيعة الخطر الفعلي اللي بات يهدد منصب الحلبوسي كزعيم للمكون السني ورئيس للبرلمان في ذات الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيف العزيز وقناتكم الكريمة. حياك الله. بس تعديل الاسم، أوراس الحمد يعني. وشكرا جزيلا تصحيح. أوراس الحمد من المشهد يعني. نعم، ندخل بمفصلية الموضوع أستاذ. حقيقة هو اللي ما يمر به المكون السني وقيادة المكون السني أو المدعين القيادة بالفترة السابقة هو يعني أشبه بالتحركات الغير مدروسة أو التنظير اليومي أو البداهة، يعني بداهة آنية، ماكو تخطيط استراتيجي، ماكو رؤية واضحة من قادة الكتل السياسية. بالتالي اليوم يعني كلمة الزعامة ما تنطبق على المكون السني. المكون السني ما يعني سياسيا وتمثيل ما له تمثيل بزعامة. اليوم اللي موجود عندنا هو منصب رئاسة البرلمان، ومنصب رئاسة البرلمان عندما يريد يتولاه أو يرشح إله رئيس برلمان دا نشوف الصراع اللي دا يصير عليه سنيا، وبالتالي من دا ينجمعون من بعد سنة ونص عن عمر العملية الانتخابية دا ينجمعون من أجل، هل من أجل مصلحة مكون أو من أجل الحفاظ على مناصبهم والحفاظ على العملية السياسية اللي هم مصدرين مشهدها سنيا. يعني هو هذا حقيقة السؤال اللي دا يحصل. هو يعني أنا قلت يوم أمس إنه هو أشبه بالترويض أو الاستهداف لحكومة السيد السوداني، ولا يوجد لدى المكون السني السياسي رؤية حقيقية ويعني واستراتيجية واضحة يتفاوضون بها مع الشركاء داخل البلد وداخل العملية السياسية وينطون بها مطالبهم، وبالتالي تطبق هاي المطالب ليس فقط بعد ما تولى السوداني الملف، بل المفروض يعني تطبق قبل أن يتولى السيد السوداني ملف إدارة الدولة. هاي القضيه هي يعني اليوم اللي نشوفه هذا التحرك، تحرك الاطار السني وما اعرف شنو والالقاب اللي يطلعوها والانعزال عن البرلمان، التهيئه للانعزال عن البرلمان، هو هذا بحد ذاته يقول لك انه شلل الى الحكومه او نهدد الحكومه. القضيه غير، القضيه اكو موازنه انثارت، موازنه الثلاث سنوات هي تهدد البرلمان وتهدد الاعضاء مجلس النواب، تقلل نفوذهم، وبالتالي تقليل هذا النفوذ راح يمنع
تواجد البرلماني داخل المشاريع اللي وراح يمنع انه يترك دور التشريعي ويتجه الى الدور التبليطي والمحوله، ويعني التقاط الصور يعني قرب المشاريع اللي هي من واجبات الحكومه التنفيذيه. اليوم يعني السوداني دا يتحرك تحركات واثق من خطوته، واعطى ضبط مصنع للدوله، وفتح التشابك اللي موجود بينه والتداخل بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه، وهذا بحد ذاته هو يعني هو احدى المشاكل اللي نعاني منها. اليوم احنا ما نعرف الدوله شنو واجباتها، ما نعرف انه المحافظ شنو واجباته، وعضو مجلس النواب شنو واجباته، ورئيس الوزراء شنو واجباته، ورئيس مجلس النواب شنو واجباته. نشوف الكل داخله على المشاريع والكل، وهو هذا كل هاي اللي دا يصير من اجل التهيئه الى الجمهره، او يعني احنا دخلنا في دعايه انتخابيه مبكره بعد تشريع قانون 1.7. بدت هاي المشاكل انثارت، وبدت انه تهيئه الى اطار سني، والاطار السني جامع رؤساء مجلس النواب، ورؤساء مجلس النواب يريدون يكونون هم يعني الختياريه والهيئه الكبرى للمكون السني، وبالتالي من ترجع للمكون السني وللشارع السني راح يقول لك انه احنا ما عندنا طيب قرار اتجاه هاي الاسماء، وهاي الاسماء دا تعمل من نفسها ودا تعمل للحفاظ على مناصبها وعلى كراسيها. هاي حقيقه ما يتداول الشارع. اذا كانت هذه الصوره استاذ اوراس، استاذ كامل، يعني هل هذه الحراك لما قوبل وفق مصادر من داخل المكون قوبل برفض الانضمام الى هذا التوجه السياسي المجهول المعالم، سواء من النجيفي او مثنى السامر رائي او خميس الخنجر، يعني هل هذا يرفع من معدلات الولادة الميتة للإطار التنسيق السني استاذ كامل؟ حياك الله وحيا ضيفك الكريم. طبعا أتفق مع ضيفك في نقطة مهمة جدا طرحها، وهي فك التشابك، هذا التشابك الموجود بين الخدمي والإجرائي والتنفيذي والبرلماني والتشريعي والقضائي وغيره، هذا نقطة مهمة من نقاط التنافس والتزاحم والتدافع السياسي. محاولة الحلبوسي إيجاد إطار سني أنا أعتقد للخلاص من الضغوط إعلامية وسياسية. من الناحية الواقعية لا توجد ضغوط تهدد بعزل الحلبوسي، الحلبوسي الآن عنده كتلة برلمانية متحالفة مع ائتلاف برلماني كبير، وهذا الائتلاف البرلماني الكبير هو الذي يستطيع أن يغير المجموعة السنية الأخرى المعارضة، أو مجموعة في الإطار أو في التحالف الكردستاني لوحدها لا تستطيع أن تفعل شيء لتحالف كبير كتحالف إدارة الدولة. فمن الناحية الواقعية الحلبوسي رئيس وهذه الرئاسة باقي. النقطة الثانية في هذا الموضوع هو أن الزعامة في المجتمعية السنية زعامة منصب، لا توجد زعامات بالمعنى الآخر، يعني لا توجد لا زعامات دينية ولا زعامات اجتماعية، زعامات عشائرية متعددة متنوعة مختلفة، تتفق في يوم وتختلف، تتفق على ملف وتختلف على ملف آخر، ولكن حينما يكون شخص بمنصب كبير يمارس دور الزعامة بشكل واقعي إلى حين عزله من منصبه او الى حين انتهاء دورته، وهذا مربي. يعني اسامه النجيفي، اياد السامرائي، كل رئيس برلمان صار زعيم في وقته، الجبوري كان في وقته، ولما انتهى دوره السياسي او دوره في المنصب انحسرت زعامته وبقي يعني رئيس لمجموعه صغيره. فاذا وهذا الوجود السياسي البرلماني الذي يحظى به الحلبوسي الان هو هذا اللي منطي هذه الزعامه، والا من الناحيه الواقعيه الحلبوسي يعني مواطن بسيط واجى يعني بصعود سريع، وخلفيته الماليه والكذا هم ليست يعني شخصيه كبيره وكذا، فبالنتيجه هو حاله عاديه موجوده في السلطه تفيض سلطته على شخصيته، هذه يعني الالقاب الابهات والزعامات والاموال وملفات الفساد ايضا التي لاحقته، ملفات ليست قليله ممكن تفعيلها قضائيا، ممكن الاضرار به، منها ملف الإرهابيين الذين تم تسويقهم على أنهم عوائل شهداء وأوقفت مؤسسة الشهداء هذا الفساد. الآن مسألة قطع الأراضي اللي يقولون عن يتحدثون عن 60,000 قطعة أرض تم توزيعها بغير وجه حق. بالنتيجة هذه الملفات ممكن أن تكون مؤثرة إذا ما تم سلوك المسار القضائي لمعالجتها، وليس المسار التضجيجي والإعلامي. للأسف ما يتم تداوله هو تضجيج وإعلام أكثر من عمل حقيقي، لا العمل الداعم للحلبوسي ولا العمل الداعم لعزله ولا لتشكيل الإطار السني ولا لتشكيل المعارضة التي تطالب بإقالة الحلبوسي. يعملون في مساحة الإعلام والفيسبوك والإنترنت، ولكن العمل الواقعي هو في إيجاد تحالف كبير قادر على إقالة الحلبوسي أو إبقائه. طيب، بين الواقع والعالم الافتراضي أستاذ أوراس، يعني وهي التحركات أيضا تترابط مع اشتداد مؤشرات تورط شخصيات
مقربة من الحلبوسي في الأنبار بقضايا فساد كما أشار سيد الكناني. هذا الفساد في عدد من دوائر الأنبار وصدرت بحقهم مذكرات قبض. نعم، يعني هو مو فقط في الأنبار يعني ملفات الفساد، ولا مستهدف بها فقط رئيس البرلمان العراقي، لا يعني هو كل رئيس تحالف أو رئيس حزب داخل المكون السني دخل بالانتخابات وأصبح عنده نفوذ نيابي، هو هيمن على مؤسسات الدولة وهيمن على المؤسسات الوزارات اللي يعني اللي هو قدم وصدر مرشحين من قبله. يمكن هي الوزارة الوحيدة اللي مستقلة في قرارها وقريبة من رئيس الوزراء وما قابلة أن ترضخ لقرارات التحالفات أو رؤساء الأحزاب السنة، هي وزارة الدفاع، وزارة الدفاع العراقية. أما البقية هم كلهم داخل المؤسسات وداخل المحافظات، هم دا يعملون وعدهم مافيات من الفساد داخل هاي المؤسسات، وإلا اليوم ترجع يعني اليوم القضاء العراقي أنطى حكم على بالحبس المشدد 4 سنوات على رئيس ديوان الوقف السني السابق. رئيس ديوان الوقف السني السابق العفو منو كان الغطاء مالته؟ سعد كمبش، اللي كمبش على مؤسسات الوقف وكمبش على الوقف وعلى المساجد، وراح اشترى يعني فندق بديسكو تابع على الوقف السني. يعني عن أي مرجعية؟ هذا دليل على أنه هو المكون السني خالي من المرجعية الدينية ويتوافق بعض الشيء مع القرارات المرجعية الشيعية في لم ووحدة الصف الوطني وعدد تفعيل الهوية الوطنية وفرض هيبة الدولة واستقلال القضاء واستقلال المؤسسات، هاي متوافقين بها، لكن العقيدة تختلف. لكن احنا عقيدتنا داخل المؤسسة اللي هي الوقف السني هي دخلت عندنا مافيات من الفساد، وهاي المافيات محمية بغطاء سياسي، بالتالي هذا الغطاء السياسي دا تجي أرباح من هاي المؤسسة ودا يضغط على القضاء انه يحرره. وهذا اليوم كمبش، هسه حنشوف التمييز مال سعد كمبش بال4 سنوات اللي هي هاي القضية الوحيدة، هي قضية الفندق. أما قضية الجوامع اللي سعر المنارة 5 مليون ويروح يسويها ب65 مليون، هاي قضية أخرى أيضا بها مفصلية أخرى من الفساد. فيا أخي احنا يعني اللي عندنا 80% من الزعماء المكون السن اللي عندنا هم دارسين ومخططين لهدم كيان الدولة وهدم مجتمعاتهم ومكونهم، وداخلين بعصابات من الفساد يعني عاملين على هدم الدولة بالكامل وعدم إنجاز. عدم الإنجاز مثل ما تعرف عدم الإنجاز هو راح يولد غضب عند الشارع، وبالتالي الشارع اليوم يومين ثلاثة سنة سنتين ثلاثة من راح يشوف ما عنده تمثيل نيابي ولا عنده احتضان حكومي، راح ينتفض وراح يدخل في مشاكل وراح يتهم بالإرهاب وراح يطلب مساعدات دولية، وبعد ما يطلب المساعدات الدولية راح يتحول إلى مجند وراح يقولوا له أنت تابع على الأجندات الخارجية. فيا أخي اللي عندنا ثق وأعتقد أنه هاي معلومة، أكو أوردر ديجي خارجي يفرض على بعض القيادات السنية أنه تتحرك لمجاكرة واستفزاز الحكومة. محمد الشياع السوداني قلت لك إجا سوى ضبط مصنع للعملية السياسية وبلغهم قبل لا يستلم المنصب، قال لهم واهم كل رئيس كتلة أو رئيس تحالف سياسي أنه يضغط على حكومة يترأسها محمد الشياع السوداني. احنا بصفتنا أجيال متعاقبة ودنباوة على العملية السياسية ما عندنا ثقة بها، يعني يتناغم ويانا هذا الخطاب ويتناغم ويانا أنه شخصية تدير ملف الدولة بهذا العزم والأصرار. طيب. بالتالي أنه تحرير مؤسسات الدولة التنفيذية وأعطاء للدولة قرارها هو هذا إنجاز بحد ذاته، وهذا ممكن أنه راح يخلي القضاء يأخذ كبسولة عافية، وممكن ما يعني يتم الضغط عليها سياسياً راح يقول لك خلاص أنا في ظهري الحكومة التنفيذية، والحكومة التنفيذية هي راح تحمي المؤسسة القضائية وراح أنطي قرار بمحاسبة الفاسدين واستقلالية الدولة وفرض القانون اللي بالسابق مشلول. طيب أستاذ أهراس، نعم. إذا اسمح لي يعني ما تفضلت به خلينا أكسر أستاذ كامل، كل هذا الحراك والتحركات داخل المكون أستاذ كامل شلون راح يتعامل وياه ويتعاطى وياه الإطار التنسيق الشيعي مع كل هذه المتغيرات اللي طرأت على هيكلة البيت السني؟ هل راح يعتبره شأن داخلي بالمكون أم أكون عكاسات بين الطرفين؟ لأنه تعرف حضرتك الحكومة تشكلت على هذا التوافق تحالف إدارة الدولة. لا، الإطار الشيعي ينظر إلى القضية برؤية مختلفة. أولا لا ينظر إلى مكاسب سياسية آنية بالتحالف مع هذا الطرف ضد هذا الطرف،
لأنه يعتقد أن المصلحة الوطنية أن تكون الكتل السياسية معبرة عن مكوناتها بشكل واسع وعريض وكبير، بمعنى أن يكون المكون السني ممثل في هذا التحالف الموجود بكل أشكاله وليس كتتين متصارعتين. ولذا الإطار الشيعي، الإطار التنسيقي الشيعي يدعم وحدة القوى الكردية أيضا في مواجهة الخلافات والمشاكل، وكلما تتصاعد المشكلات بينهم يسعى التحالف الشيعي لتقوية الموقف الكردي بإذابة الخلافات والمشاكل. من مصلحة الإطار التنسيقي الشيعي أن يتعامل مع قوى كبيرة تمثل المكونات حتى يكون تحالف وياها، تحالف وطني رصين، تحالف وطني يمثل أوسع مساحة جماهيرية. وجود الخلافات بين الكتل السنية، يعني سواء صلاح الدين، الأنبار، الموصل، مثنى السامرائي، غيره، هذه كلها تضعف جماهيرية المكون الذي يشارك الإطار الشيعي في الحكومة وفي الكتلة البرلمانية الكبيرة الداعمة للحكومة. توجد لدى الإطار التنسيقي رؤية بناء دولة تحتاج إلى حكومة قوية مدعومة من كتلة برلمانية كبيرة، حتى من تقدم قوانين تشرع هذه القوانين بسهولة في مجلس النواب، حتى من تتعرض الحكومة إلى مشاكل تدعمها هذه الكتلة البرلمانية. ولذا من مصلحة الإطار الشيعي أن يكون هذا المكون المتحالف معه يمثل أوسع مساحة جماهيرية. لذا أنا أعتقد أن الذين يتصورون أن الإطار الشيعي سيقف معهم في مواجهة الحلبوسي، أو يتصورون أن الإطار الشيعي سيكون مع قسم ضد قسم، أنا أعتقد هذا تصور قائم على عدم المعرفة الحقيقية ببرنامج الإطار التنسيقي. طيب. برنامج الإطار التنسيقي برنامج يتجاوز الطائفية ويتجاوز المكون ويتجاوز شيعيته، ذهابا إلى مشروع وطني، مشروع وطني يجمع الناس على مشتركات، على مصالح، على خدمات، على تطوير بناء الدولة، على تقوية الدولة، دعم القضاء، دعم القوانين. فبالتالي التناحرات الجانبية بين القوى السياسية يعني الإطار الشيعي لا يدعمها ولا يفرح بها. البعض يتصور أن الإطار يفرح إذا اختلفوا الأخوة الكرد، أو يفرح إذا اختلفوا الأخوة السنة. أنا أعتقد هذا تصور واهم وغير حقيقي. طيب، ماذا لو تم طلب التدخل من قبل الإطار الشيعي فيما يحدث في المكون السني أستاذ وراس؟ يعني اللي تفضل به الأستاذ هو احنا خلينا نتفق أنه ماكو تحالف أو قوة حديدية داخل العراق. يعني هي المصالح المشتركة والتخادم هو اللي دا يمضي ودا يرفع شراع المضي بمركب الحكومة أو الكتل السياسية. نعم. احنا يعني احنا ممكن احنا نبحث بصحو الضمير انه نقترب من التحالفات الشيعية، نقترب من التوجهات الشيعية السياسية اللي هي تفضل مصلحة البلد على مصالحهم الشخصية. احنا نتفق انه إعادة تفعيل الهوية الوطنية، احنا نتفق انه يزعم المشهد رجل يقود المرحلة بأريحية ويحول النظام من نظام مهيمن عليه إلى نظام ريعي. يعني هاي كلها احنا نبحثها، ونبحث أيضا عن يعني وضع يعني مجلس النواب وقبة البرلمان يكون عملها واجباتها فقط لتشريع القوانين. احنا ليش نقول انه القوة السنية يعني هي اللي انولدت اليوم، واللي الحراك اللي بدأ اليوم مدى يعرفون شو يريدون. احنا القضية نريد نقول لهم يا بتو انتوا وين رايحين؟ شنو اللي تريدون؟ هالسنة السني وانتم متدخلين وطاب بالاحزاب مالتكم وقاعد وياكم ومحاكيلكم ومعاناتنا لما قايلين يزي. شنو اللي تريدون؟ قضية قانون العفو العام، قانون العفو العام لو تريدون تضغطون على الحكومة قبل ان يدخل يعني محمد الشيوع السوداني الى مجلس الوزراء، انتم شرعين القانون برلمانيا يعني مثل ما شرعتوا قانون الامن الغذائي وقانون تجريم التطبيع مع اسرائيل. طيب. هذا الملف اللي عندكم هو قضية، وجرف الصخر، جرف الصخر هي قضية تروحون تقعدون ويا قادة الفصائل بدون ما تسوون شو إعلامي، وعندكم توافقات سابقة وحررتوا بعض محافظاتكم وطلعتوا منها الحشد اللي تعتبرونه هو مهدد إلى مناطقكم ومدنكم، وتقعدون وياهم تتفقون وياهم وترجع لكم جرف الصخر تروحون تصلون بيها متوضين مو بدون وضوء. بس أنتم تجي تستعرض علي وتناغمني وتغازلني كسني وكجهة أنا هذا المسمى عابرة، أنا ما أبحث لا عن سني ولا عن شيعي ولا عن كردي ولا أحترم هاي المسميات. هاي المسميات انولدت من رحم هو جاب المشاكل العراق، وإحنا نريد نستأصلها بكل طريقة وأخرى، ونريد نقول إنه إحنا يا ناس عراقيين قاعدين تحت خيمة بلد، وهاي مؤسساتنا، ومؤسساتنا نريدها مستقلة. وبالتالي اللي يتناحرون وعندهم مشاكل وصناع الأزمات خلي يروحون يشوفونهم مكان بالحدود ونسوي لهم مدينة صناعية لصناعة الأزمات.
بس ما تجي في بغداد وقال بغداد حلبة صراع ومهدد العملية السياسية وشال الموازنة ومهدد الموظف والمواطنين العزل. يعني المواطن السن اليوم شو يريد أساتذة؟ المواطن السن اليوم سلة غذائية دا يقول هلا بيك هلا، يعني بسيط هو مطالبة، لكن مدى تجي القوة السياسية اللي تحميه واللي تقدم له واللي تتمثله تمثيل حقيقي، بل دا يصدر ممثلين عليه يضحكون علينا في أوقات يعني محددة ويستخدمون خطابات جزء منها طائفي وجزء منها مناصبي من أجل مناصب وراح أكون بفلان مكان وأخدمكم واي واي واي، وبالتالي أنه إحنا راح نبقى سلم لعبور الفاشلين وأنه يصدرون المشهد حتى يصنعون هاي الأزمات. إحنا بعيدين كل البعد عن هاي الأزمات، وإحنا نطلب من الكتل السياسية بكل اللي عنده ضمير بالمكون السني واللي عنده ضمير بالمكون الشيعي والمكون الكردي، اقعدوا على طاولة واحدة، ترى كل التحركات مالتكم مكشوفة ودا نعرف في الولاءات وين وصلت، لكن زمن الهيمنة وزمن فرض القرار وزمن نزع العراقيين هويتهم راح ولا احنا اليوم بنقول احنا جيل حالي، المفروض انتم من ربيتونا تربية الانشقاقات وتربية المحسوبية، احنا نجي ثائرين انه واحد يقتص من الثاني، لكن احنا دا نجي مثقفين دا نقول عمي نريد عراق. طرحت هذه الصورة، اشكر جزيلا استاذ اوراس الحمد، اثريت الحوار في هذا الملف السياسي المستقل، وشكر كثير حضرتك استاذ كامل الكناني الخبير الاعلامي والكاتب، شكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه، في امان الله.